مرحبا بكم متابعينا الكرام. لن تصدق، قانون جديد في كوريا الشمالية والذي يخالفه يعدم. ولكن فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ليصلك منا كل جديد بإذن الله. كيم جونغ يصدر قانونا جديدا، ألغى الاحتفال بعيد الأم ومنع المسيحيين من التقرب للمسيح وأمرهم بعبادة جدته. نعم، كيم جونغ يجعل من جدته إلها للكوريين. ما هذا الجنون؟ وهل أصبحت قرارات كيم جونغ شيئا طبيعيا؟ وهل يحق للرئيس التحكم بمعتقدات مواطنيه؟ وإذا كانت جدته إلها، فماذا سيصبح هو؟ يا للسخرية. الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون يظهر مجددا بقرار غريب، ويمنع شعبه من الاحتفال بعيد الأم الذي يحتفل به العالم أجمع بمختلف دياناتهم. رأى كيم جونغ أن الشعب الكوري سينشغل عن الاهتمام برئيسه خلال هذا اليوم، فلا بد للشعب أن لا يغفل عن الاهتمام بكيم جونغ وإلا سيعدم. الجواب معروف مسبقا. هل وصل شعب كوريا الشمالية لأسوأ مرحلة يعيشها؟ في الحقيقة فإن المتابعين يرددون أن كوريا الشمالية لم تصل بعد إلى أسوأ مراحلها في المعيشة خلال حكم كيم جونغ، فالأسوأ سيأتي به المستقبل. هذا الرئيس الذي قد أعدم الكثير، هذا الرئيس وقد يعدم أقاربه وأبنائه أيضا لأصغر الأسباب كالتقصير في أداء الوظيفة مثلا. لكن الجديد هذه المرة هو منع الاحتفال بعيد الأم، ولم يكتفي بذلك ولن يكتفي، فقد طالب زعيم كوريا الشمالية شعبه بالاحتفال بمولد جدته التي ولدت عشية رأس السنة الميلادية، والتي جعل شعبها يدعونها بالأمة المقدسة للثورة. هذه الجدة التي ماتت في ظروف غامضة، وقالت صحيفة إنديا تايمز أن كيم جونغ أون دعا شعبه إلى نسيان المسيح وعبادة جدته. هذه الجدة كانت ناشطة شيوعية وانخرطت في موظفي العصابات التي تقاتل ضد اليابان، ما جعلها قديسة لهم. وقد أعلن كيم جونغ يوم ميلاد جدته أجازة رسمية للشعب الكوري. وفي عام 2014 هدد كيم جونغ أون جارته كوريا الجنوبية بحرب طاحنة عندما علم بأن كوريا الجنوبية ستضع شجرة عيد الميلاد على الحدود. وبهذا التهديد تراجعت الجارة عن احتفالها خوفا من كيم جونغ. وفي مناسبة عيد الأم في كوريا الشمالية يزور مئات الآلاف مقبرة الجدة في بيونغ يانغ، ويقومون بتقديم باقة من الزهور يقومون بشرائها من متجر بالقرب من المقبرة، وتنظم رحلات لزيارة قبر الجدة من قبل الجنود والطلاب. وتعتبر هي الأمة الأولى في البلاد مع كيم جونغ لن يصدر قانونا جديدا إلا وكان موضوعا دسما لوسائل الإعلام. فهذا الزعيم الكوري يلقب بالمجنون، والمجنون لا يأتي بقوانين طبيعية. فماذا تتوقعون أنتم مشاهدون الأعزاء؟ ماذا لو دار بكم الزمن وذهبتم إلى